بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني المشاهدين الكرام، أخواتي المشاهدات الكريمات، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله لنا ولكم أطيب الأوقات وأحسن الفهم في الآيات وأحسن العمل والقبول من رب السماوات يا مجيب الدعوات. الحقيقة بدي أبدأ بتحية كبيرة وتحية حارة ومن القلب صادرة لإخواننا وأخواتنا مشاهدينا ومشاهداتنا ومتابعينا ومتابعاتنا، إن على برنامجنا دين ودنيا في القناة اليرموك أو عبر أثير إذاعة حياة إف إم أو عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر درس القواسمي إلى آخره. يعني هؤلاء والله يعني مهما قلنا في شكرهم نعجز الحقيقة عن الوفاء بحقهم. يعني من فضل الله ما أنزل في مكان إلا أسمع عشرات نحن نتابعك يا ربي لك الحمد. والحقيقة لا أفيكم حقكم من الشكر، فأسأل الله الشكور أن يشكر لكم موقفكم من الضعيف ومن كلمات الضعيف الضعيفة. يعني من نحن حتى نلقى هذا القبول إلا بفضل الله عز وجل، فله الفضل ومنه الفضل وله الحمد والشكر والمنة سبحانه. شكر الله لكم إخواني وأخواتي على موقفكم النبيل هذا الذي أقدره لكم كل تقدير. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لنختصر: خذوا حذركم. يعني الحقيقة الحذر، الانتباه، اليقظة، الوعي. كن مستيقظا. أنت في غابة ما تدري متى تطلع لك حية، يطلع لك وحش، تطلع لك مفاجأة من المفاجآت ما بتعرفش. عدو يتمنى غفلتكم ويتصيد هذه اللحظة منكم تصيدا، فانتبهوا. وأبدأ الحقيقة بإخواننا في تركيا: خذوا حذركم. لأن العالم العربي جزاه الله ما يستحق، هذا العالم العربي يضخ المليارات لئلا تقوم للإسلام قائمة. يا شيخ هي تركيا الإسلام؟ أنا ما قلت تركيا هي الإسلام، لا تقولوني ما لم أقل، عشاكم مش أنتنا، أعني من تفهمون. أنا ما قلت إن تركيا هي الإسلام، لكن تركيا أصبحت أملا للمسلمين، تجربة ناجحة تحتذى وتقتدى وأصبحت إمامة للمسلمين. يعني منو تكلم عن الأيغور إلا تركيا؟ كلكم صمتتم صمت القبور عدا تركيا. إخواني الأتراك ال 18 20 سنة اللي سبقت، الجيل هذا العشرين سنة نشأ في ظلال ما وفرتم أنتم من الرغد والرفاهية والتقدم، لم يرى البؤس الذي كانت تعيشه تركيا من قبلكم، فما عندوش هذه الموازنة والمقارنة. هذا الآن بتبغداد، يعني أنا أطلب أكثر من هذا. ما أنت ما مش عم بتقارن ما كان بما هو موجود. تركيا نهضة عملاقة. إذا الطائرة F-35 الأمريكية الأعلى ما في العالم، 40% من الطيارة يصنع في تركيا. يا دولنا العربية العتيدة ذات الاستقلالات المجيدة، ما شاء الله عنكم يا دولنا الرشيدة. المهم خلصونا، المهم الخلاصة. فإذا تركيا خذوا حذركم. يا أهلنا في فلسطين خذوا حذركم، أنتم أمام عدو شيطاني لئيم، عدو عنيد، عدو مخطط شرس قذر، لا يرقب إلا ولا ذمة في مؤمن ولا مؤمنة، يتصيد غفلتكم. وإخواننا في غزة على وجه الخصوص من فلسطين أيضا خذوا حذركم، كونوا أيقاظا والناس رقود، سهارا والناس في غفلة. إياكم أن تغفل عيونكم عن هذا العدو. ود الذين كفروا لو تغفلون، أي غفلة ينقض عليك. أهل غزة أنتم أمل الأمة كلها. أي والله
يا من وقفتم لإسرائيل في 14 مواجهة أحد جنرالات تشرب بخور غزة ببالوناتها الحارقة هزمتنا، يعني ما احنا قادرين. واحد آخر بقول نحتاج إلى 30 سنة لإعادة ما حرقت غزة من أحراشنا وغاباتنا ومزارعنا. 30 سنة بالونات، البالونة بشلن يا أمة العرب، وصواريخكم مكدسة في الملاجئ والمخازن والمستودعات. آتي ذولا بالبلانين أبو شيرين أبو قرش بالونة بساغ، عم بيقاوموا. المقاومة إرادة عمو، مش أسلحة مكدسة في الـ في الـ في المستودعات والمخازن، لا، وإنما القتال إرادة وعزيمة ونية وتخطيط، وما في حد عنده هذه الإرادة إلا هالشريحة. يا شعبنا في كل مكان خذوا حذركم، يا أهلنا في هذا البلد الطيب خذوا حذركم. من إيش يا شيخ؟ من الشياطين، المخدرات، أن تفتك بأبنائنا ورأس مالها. جربها الولد مرة راح. انتبهوا آباء وأمهات، إخواننا وأخواتنا، انتبهوا، نحن مغزون، شياطين بثوهم والله الموساد وراهم. ما بيروج هذه المخدرات إلا هؤلاء، ولو يعني حد يتقصى الحقيقة ويضغط على هؤلاء المجرمين حيعرف أنه الموساد ما كانش وراهم بالمئة في المئة، فوراهم على الأقل 60-70%. إذا نأخذ حذرنا من أولادنا ونوجههم ونملأهم بالقيم الإيمانية والإسلامية ونرعاهم الرعاية التي يستحقونها، فالشياطين يتربصون بأبنائنا وبناتنا، فكونوا من هذا على حذر. يا أمتنا بكل مكوناتها خذوا حذركم. في هذه الحلقة ختام القول في الآية الكريمة: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نختم الحديث عنها، ما لا ينتهي والله، لكن لابد من أن نختم، ثم نتكلم عن 30 يونيو و3 يوليو. أثورة شعب هي قام على الاحتلال الإخواني، احتلال مش انتخاب. لا يا شيخ، هذه قوات احتلال احتلوا مصر. الله أكبر، جيوش الإخوان بوارجهم وطائراتهم وقاذفاتهم وراجماتهم وصواريخهم من عابر القارات احتلوا مصر، والجيش المصري كان فين؟ والشرطة والمخابرات، نص مليون بتاع مخابرات ونص مليون شرطة ومليون جندي، راحوا فين أمال؟ احتلوا مصر ازاي؟ قوة احتلال بس، ربنا ايه كرمنا وكرم مصر. الثورة، ثورة مين؟ نتكلم عن هذا في وقته. دور الإعلام في التضليل، وخاصة الإعلام المصري الضليل. الفلاشة في دولة البغي إسرائيل، الكرة، الصنم الذي اخترعه صناع الأصنام والأوثان ومشغلو الشعوب بقضايا تافهة. الكرة رياضة يا شيخ، من عارف؟ من عارف؟ قصف مركز الهجرة على يد قوات حفتر، ومنع أمريكا مجرد إدانة لفظية، لا تقدم ولا تؤخر، عشان تعرف من هو حفتر. يا من تزعمون أن حفتر يحارب الإرهاب، حفتر عميل حقير قذر صغير، 25 سنة وأمريكا مقعدة في قصر ورواتب بتفتله عشان هذا اليوم. هذا USA مصنوع هناك يا أبوي، USA ولاء. قال هذا حفتر، حفتر هنتكلم عنه. البعد الديني للمعركة، أي معركة؟ معارك الأمة كلها نتكلم عن البعد الديني لها. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا ابتغاء، أنتم المفروض أنكم تطاردونهم وتطلبونهم وتتابعونهم، وتستنوا أن يغزوكم هم في عقر دوركم، بل أنتم تتقدمون نحوهم، تدفعون شرهم قبل أن يبلغوكم ويصلوا إليكم. ولا تهنوا في تطلب في ابتغاء القوم، يعني متابعتهم، مطاردتهم، مطالبتهم إلى آخره، لأنه إن تركناهم
هم سيأتوننا، لكن لا، أحيانا قد أباغتهم في عقر دارهم إن علمت أنهم يعدون لمباغتتي أنا أباغتهم. نختصر الكلام، أنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون المعونة، ترجون المثوبة، ترجون النصر الذي ليس له مصدر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله سبحانه، ما في نصر إلا منه. ومهما عبأ الكافرون جندهم بالعنصرية، بالمعنويات الزائفة، بغسيل الدماغ، بالتعبئة النفسية، بكل وسائل التعبئة البشرية والنفسية والفكرية والإعلامية، قل ما شئت، أنتم متفوقون عليهم لأنكم على الدين الحق، على العقيدة الحق، وأنتم أصحاب الحق وأصحاب الأرض المغتصبة والمحتلة، فالحق لكم والحق معكم والحق ينصركم. لأن هذه المعنويات مفروض أن تكون مستصحبة في دواخلكم، فكيف يضعف من كان مستشعرا تمام الاستشعار ويملأ قلبه هذا اليقين أن الله معنا وأن الله ناصرنا وأن الله مظهر الحق لأصحابه اللي هو نحن وهم على الباطل. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أول ما نأخذ معناها أنه المشاعر بعد خطير جدا. إنسان فكر، معتقدات، هي كلها مخفية في الظاهر، مشاعر وانفعالات، كل هذا ينبغي أن يكون واضحا تحت السيطرة. المعتقد ما يجي الشيطان يوسوس لك، دائما يقظ من هذه الجهة، وأيضا يقظ من مشاعرك أن يتسرب إليك اليأس أو القنوط أو الإرهاق النفسي أو التعب النفسي أو الانحطاط الهممي والمعنوي. إياك، كل هذه تبقى المشاعر دائما متأججة متألقة بأعلى حالاتها وأنقى وأصفى وأسمى وأسنى حالاتها. المشاعر خطيرة جدا، مهمة جدا. الوهن ينبغي أن يكون تحت السيطرة، أندر كنترول، تحت يديك، تطارد الضعف والخور والعجز إن تسلل إليك، تطرده من نفسك، ما تسيب له مجال إطلاقا. من البلاغة في الآية النهي عن أقل درجات الضعف وهو الوهن والوهن. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اللي تكررت في ثلاث مرات، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ابتغاء القوم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، وتكلمنا عنهم جميعا الآيات هذه، ووردت مرة رابعة فما وهنوا لما أصابهم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إلى آخره. إذن النهي عن أقل الضعف وهو الوهن، ثم حرف الجر في، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، في ابتغاء القوم، في مثل ما بتعلم للاستغراق، يعني كأنه يفيد الانغماس في طلب، والاستغراق في طلب هؤلاء، في ابتغاء القوم، يعني أنت في طلبهم مستغرق ماض لا تلوي على شيء إلا على إنجاز هدفك بحول الله وقوته. ثم صورهم النص مدبرين ونحن نتعقبهم ونحن نطاردهم ونحن نطلبهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إلى آخره. ثم تكرار تألمون، إن تكونوا تألمون فلهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، تكرار من أجل أن هذه المعاني والكلمات المفصلية المحورية، الكلمات الرئيسة، الكلمات المفتاحية، سميها ما شئت، يعني هذه الكلمات القرآن كررها. إن تكونوا تألمون، تعبانين يا رسول الله، تعبانين يا قائد، تعبانين، هم كمان تعبانين، ينتج أجسامهم أجسام، يصيبكم الإرهاق والتعب والإعياء، هم يصيبهم العطش والبرد والحر، يصيبهم كما يصيبكم، والجراح تصيبكم وتصيبهم، مش قذائف نحن نبعث لهم ورد هم بعثونا متفجرات، لا، قذائف عليهم افتراضا، يعني قذائفنا
في مدافع رمضان عندنا. على كل حال إذا تكرار تألمون وترجون مع الفوارق بالطبع مختصر الكلام من دروس الآية. أولا الإيمان هو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها المقاتلون. مقاتلون بلا إيمان سامحني هواء، وأفئدتهم هواء، بيطير زي البالونة. إذن الإيمان، الإيمان عدونا يؤمن بباطله، أفلا نؤمن نحن بحقنا؟ شيء عجيب والله، شيء عجيب. يعني كيف إسرائيل 5 مليون 6 مليون أيا كان يعني تحتقر وتزدري ثنتين زي بعضهم، ده مبتدأ 22 دولة تحتقرهم إسرائيل ليه؟ يا 400 مليون أمام 4 5 6 مليون ليه؟ يحتقروننا يزدروننا ويستطيلون علينا ليه؟ لنقاط ضعفنا، هم عارفين مقاتلنا بدون ما نخش في التفاصيل الآن. إذن بالإيمان نطارد كل نقاط الضعف، بالإيمان نصبح كالرواسي كالجبال. ولذلك يحارب الإسلام في الإعلام العربي، خاصة الإعلام المصري يحارب الإسلام، بحكي عربي. لا يا شيخ مبالغة، هذه الأزهار والشيوخ عشرات الوف خرجون كل سنة حفاظ قرآن ودعاء إلى الله، الأزهر شغال للنهار ما شاء الله. إيه أشهد أشهد، مفرغ من مضامينه. أمو لو الأزهر ممتلئ كما ينبغي له ما بيخلوا يا حجي. إنما أنت طلع أرقام 10,000 خريج ولا 20,000 كل سنة، وزد في المجتمع يذوبون كما يذوب الملح في الطعام، لا تسمع لهم ركزة، ما لهمش وجود. وعمائم احترامنا، يعني احنا من خريجين أزهر والله أشياخنا يرفعون رؤوسنا والله. الذهبي الله يرحمه الله يرحمه وغيره، مشرفي موسى شاهين لاشين أعتز به والله إلى أن ألقى ربي، بعثت له واحد من كتبي مع صديق لنا طالب من طلابنا، قال له الله بعد 30 سنة من، قال هو فكرني وإحنا ننساك رحمة الله عليه، شارح البخاري ومسلم، وصل عمره 95 سنة وهو شغال في شرح، عالم تفسير وعالم حديث، كان أزهر يخرج عمالقة يا أبويا يعني. عمالقة والله. الذهبي يجلسني جنبه يعني كأني معيد، يقول لي عد لنا الحصة يا أردني، ألخص له الحصة، ألمها كلها من فضل الله، فيها السعودي والأردني والمصري والجنسيات المختلفة من فضل الله، الحمد لله على كل حال. فالأزهر خرج يا أبوي يعني، كان في شيوخ الأزهر دراز وغير دراز، عمالقة. الآن شفت عينك، دون ما نسمي أسماء نحرج أنفسنا لويش. إذن الإيمان، ثم ثانيا الكل معرض للألم والجراح، سواء معسكر أهل الإيمان أو معسكر أهل الكفر، كله بيصيبوا الآلام وبيصيبوا الجراح وبيصيبوا القذائف وبيصيبوا طلقات كله، والمآلات مختلفة. يعني شتان بين من يقاتل في سبيله ومن يقاتل في سبيل الطاغوت، في سبيل الشيطان، في سبيل أطماع صهيونية استعمارية إمبريالية، ولا إيه، شتان بين من يقاتل عن حق وعن دين وعن أوطان مقدسات، ومن يقاتل مرتزق. يعني هذولي أرض بلا شعب، كيف أرض بلا شعب؟ لشعب بلا أرض، ما أنت كنت قاعد بروسيا كيف وغير كيف، كنت قاعد في أوروبا مكرم معزز، جيت على بلد ذبحت أهلها وطردتهم، كيف وطن بلا شعب وشعب بلا وطن؟ هي كيف؟ مثل ما قال بن غوريون، يعني احنا فكرنا العروس بلا زوج، نعم يا اخويا تخسأ انت كل الصهيونية بتاعتك، هذا شعب وسيستعيد وطنه، شاء من شاء، أبى من أبى، رضي من رضي، كره من كره، الحق بده يرجع لأصحابه. لو العالم كله وقف ضد هذا الحق سينتصر هذا الحق. إخواني إياكم أن تتنازلوا، يا أهل القدس يا أبطال يا مرابطين، يا أهل أم الفحم والطيب وعرعرة وجنين وطول كرم ونابلس،
وكل مدننا المحتلة ويافا وحيفا واللد وغيرها من وصفات ما تسميش، هذه جنة الأرض المقدسة المباركة، صمودا ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأنتم كذلك، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، بدنا نقاوم بكل ما نستطيع مقاطعتهم مقاومة. أقرأ اليوم والله كتاب عن توظيف الصهاينة للغة، مش فاهم. بيقول الكاتب، الحقيقة بحثه بكتابه ممتاز، بيقول الكاتب من سنة 1926 أنشأوا مراكز دراسات للغة العربية، يعني ما سمي الخائن العميل القدر المنحط سميه متعاون، مستوطن مش مستعمر محتل مغتصب، لا مستوطن، مستوطنين، ولغتهم عم تنتقل إلى دارجتنا. إخواني المقاومة المفروض نقاوم اللغة اللي بيستخدموها، نقاوم اقتصادهم، نقاوم سياستهم، نقاوم التعاون معهم بكل الأشكال، عمال بناء ولا بدنا نعيش يا شيخ. اجتهد أن تجد بديلا من أرضك في خدمة وطنك، مش أبني أنا لهؤلاء المجرمين. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ما احنا قادرين نحمل السلاح، نحمل فكر المقاومة إلى أن يمكننا الله من أن نحمل السلاح. الفكر قبل السلاح، ما حملنا سلاح بلا فكر شوفت عينك تحولنا إلى متعاونين جدد. تنسيق أمني خليها على الله. إذن الاعتقاد بأن الله معنا يغير موازين القتال. إن الله معنا لا تحزن يا بكر، لا تحزن، إن الله معنا، ويسجلها القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخواني لما يملأ الإيمان القلب، من ذاق عرف ومن لم يذوق، شو بيحكوا الشيوخ هذول؟ شو بيحكوا؟ نحكي عربي يا أبويا، إذا أنت مش فاهم في غيرك فاهم من فضل الله. يعني والله كم يغمرنا الناس بلطفهم، بنتابعك يا شيخ، بنسمع اللي بتقول، جزاكم الله عنا خيرا. يعني من هذا المتكلم؟ حتى والله يستوقفني عشرات من فضل الله كل ما أمر، بنتابعك يا شيخ، أثبت على، ثبتنا الله وإياكم على قول الحق والعمل الحق ونصرة الحق، اللهم أمين. بلا تعصب، بلا تشنج، بلا تعنت، من فضل الله التعنت في الدين بيعرفنا طلابنا، نحارب من أول يوم بلا تطرف ولا غيره، لا 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 لا، احنا حرب على هذا الكلام، نتحدى العالم كله، شيوخ كلكم إرهابيين، اقلب الصفحة روح. 4 جنود بلا عقيدة مؤكد خسارتهم للمعركة، يعني عدونا عم بشحنهم بعقيدة باطلة مزيفة مزورة مصطنعة مفتعلة، قل ما تشاء أهو عقيدة والسلام. ونحن لم نملأ جيوشنا بمثل هذه العقيدة، مش الباطلة، إذا عم بيبيع العقيدة الحق وعندك الحق، وإحنا سلفا ماخذين قرار مش عاوزين الإسلام، تفضل أنا عم بيبي إيش؟ اشتراكية واحدة حرية، اشتراكية اشتراكية واحدة حرية حرية لا واحدة ولا حرية ولا اشتراكية، كله كذب في كذب حياتنا يا عمو عبد الناصر. واحدة حرية اشتراكية، حزب البعث قال لي واحدة اشتراكية حرية ولا اشتراكية، والله ما أنا شلون مرتبينها مختلفين قلب الكلمة يضحكوا علينا عمو، واحدة حرية اشتراكية قلب الصفحة. 5 الوهن موقف نفسي وثقافة سلبية سائدة. الوهن، ما في وهن مع الإيمان، ما في وهن، ما في عجز، ما في ضعف، ما في انحناء، ما في انكسار، ما في استسلام، مثل ما قالها المختار، إما أن نموت وإما أن ننتصر. 6 الصمود والتحدي والمقاومة ثقافة وفكر. الصمود فكر والمقاومة فكر وإرادة. نجحت المنظمة اللي هي المنظمة اللي تعرفوها، منظمة ال، بدناش نزعل الناس نقول منظمة التحرير، بلاش نقولها، نجحت حين حولت الشعب الفلسطيني من ثقافة المقاومة لثقافة المسالمة، السلام خيارنا الاستراتيجي، تيجي الأوطان ولا ما تيجي، و
حكاية المساومة والمسالمة، خذ وطالب. ادوكوا ايه؟ قال لك اريحة. اولا سلموكم اريحة، سلموكم السراب عمو، ضحكتوا علينا وضحكوا عليكم علينا، وحكايتنا حكاية ولم نحقق شيئا من المطالب. في الوصلة الثانية نتكلم عن كتاب مثل ما طلب احد الاحباب، ولبيك يا اخا. نتكلم دائما في كل حلقة عن كتاب، سأتكلم في كل حلقة عن كتاب أو كتابين، لأنه بالكتاب تنقشع الجهالة. كونوا معنا في الوصلة الثانية نتكلم عن كتاب القرضاوي، أخلاق الإسلام، صدر من قريب مش من بعيد، يعني أواخر 2018. القرضاوي أستاذنا وأستاذ أجيال، نتكلم عن الكتاب والكاتب في الوصلة الثانية. كونوا معنا أيها الأحباب. إخواننا مشاهدينا، أخواتنا مشاهداتنا، حياكم الله، مرحبا بكم في الوصلة الثانية من لقائنا لهذا اليوم من برنامجنا، برنامجكم دين ودنيا. دواما نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الدين والدنيا، وأن يصلح لنا الدنيا بالدين، فلا صلاح بالدنيا إلا بالدين. القرضاوي أكرمه الله وحفظه الله وختم له بخير وبالصالحات إن شاء الله. عرفته من 66 بس، 66 يعني 50 سنة ونيف، نصف قرن ولا لا؟ مظبوط مظبوط، داش رياضيات في دورة كان، ماذا أقول لك، يعني من قبل الفجر بساعة ساعتين قيام الليل، ومن ذاك الوقت إلى ما بعد العشاء لا يتوقف عن العطاء والحديث والمحاضرة. حنفية مفتوحة 6 إنش، شيء عجيب هذا الرجل. شاعر، أديب، كاتب، مفكر، فقيه، سياسي، ماذا أقول لك. طبعا حاولوا أن يشوهوه، إرهابي، إيش قضوا إرهاب القرضاوي 90 سنة يا مجرم الإرهاب، إن رجل بينه وبين الموت، الله يكرمه ويحسن الختام. يعني خطوات إرهابي على إيش؟ مع مدافع للقرضة، وما عندوش غير الكلمة فقط لا غير. سجن وعذب، هذا يعني حدث ولا حرج. وقصيدته النونية، النون يعني فاصلتها مشهورة جدا، ضع عنقي على السكين إلى آخره، من أجمل ما كنا في مؤتمرات في أمريكا، الكل الجمهور يطالبوا بالقصيدة يا شيخ يوسف، الله يكرمه. هذا الرجل رمز الاعتدال، كانوا المتشنجين والقرضاوي ما عنده حرام، كل شيء حلال حلال. الآن هم تركوا الدين جملة وتفصيلا. وثبت القرضاوي ذن العاقبة للمتقين يا متصنعين، قرضاوي ما في عنده شيء حرام. ما كانش عندكم في شيء حلال انتم، الان لا حلال ولا حرام، فرضتوها خالص. نرجع لموضوعنا. القرضاوي كتب في شتى الاتجاهات في شتى الموضوعات. قبل 40 سنة بقول وعدت اني انجز كتاب عن اخلاق الاسلام. بالمناسبة والشيء بشيء يذكر، درست في الجامعة اللي معنا عارفين يا عمي، بس أكمل كلامي الله يصلح الحال. أول الثمانينيات، بالثمانين إلى ما شاء الله كنت أدرس طلابنا دستور الأخلاق في القرآن. أنا أعتقد ما كتب مثله في العالم، محمد عبد الله دراز أستاذ القرضاوي رحمه الله،
دراز، كتاب النبأ العظيم في الإعجاز. احنا خلينا موضوع دستور الأخلاق ومستفيد منه أستاذنا القرضاوي في رجعنا في الكتاب مجلدين مجموع صفحاتهم 844 صفحة، أربع أبواب كل كتاب بابان، وكل باب مجموعة من الفصول والفصل عناوين متعددة إلى آخره. رجعنا في الكتاب إلى يعني طفولته في الأزهر ودراساته علم الأخلاق للعلماء المسلمين اللي كان الغزالي أولهم، ونظريته في الأخلاق ونظريته في النفس الإنسانية وتهذيب النفس إلى آخره. ثم قرأ لابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ثم حدثنا عن دراساته في الثانوية والتعليم الجامعي بعد الثانوية، وأنه درس في كلية أصول الدين فلسفة الأخلاق. الكاتب علامة مصري محمد يوسف موسى، من أندر العقول فلسفة الأخلاق، كان يدرس في كلية أصول الدين اللي احنا درسنا فيها. المهم ثم قرأ الفلسفة الإسلامية على يد عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الصوفي المعروف، كان وزير أوقاف يعني سابح في الملكوت الشيخ عبد الحليم، يسبح وهم يخططوا لحرب الإسلام وبسبح سبح مولانا مسبح وعم بيخططوا اللي حواليك لمحاربة الإسلام، يعني محاربة جماعة إرهابية، محاربة الإسلام. يا جدع ما انت فاهم والكل فاهم انه بادعاء حرب جماعة ولا غير جماعة بحاربوا الدين يا ابويا، سيبك من الكلام. انت الحجة زينب تشبح وتجلد وتسلط عليها الكتاب تنهشها، يعني هذا حرب الإرهاب. زينب الغزالي عمره وذاك الوقت يمكن 65-70 سنة، عندها تنظيم سري زينب الغزالي، تشبح تعلق النساء ترمى في جورة المجاري مثل ما ذكرنا من مرات، وتسلط عليها الكلاب. شيخ محمد الأودن شيخ الأزهر العلماء تسلط عليه الكلاب، إرهاب خلصوني. إذن بقول درسنا علماء الإسلام ابن مسكويه والراغب الأصفهاني وابن الجوزي وهالمدرسة كلها، لكن بقول ابن القيم يعني متميز من بين هؤلاء جميعا. ابن القيم تقرأ في كتبه عن الأخلاق بتحس كأنه صوفي، ابن القيم سلفي لكن في رقته كأنه صوفي. ابن الجوزي النهج الصوفي واضح يعني. بيقول لكن العلامة دراز وكتابه دستور الأخلاق كان هو يعني علامة فارقة في كل دراساتنا. قلت لك يعني الشيخ في الكتاب الجزء الثاني نفس نظرية دراز، طبعا هو بكتابته هو بأسلوبه هو، لكن معتمد على عناوين دراز، الالتزام والمسؤولية. هذا دراز قلت لك كنا ندرسه لطلابنا، والله الآن في الماجستير ما بيحصلوا له، والله ده قرير طلاب السنة الثانية مش من عندي، إنما المنهج كان هكذا. دستور الأخلاق في القرآن 800 صفحة، أقول مرة ثانية وثالثة لم يكتب في العالم مثله. دراز يا سلام، سربوني خريج سربون، درس في الحرب العالمية الثانية، بقول كنت أقرأ في تسوية تحت الأرض على الشموع. يا الله كتب هالكتاب الخارق. بقول مشرفيني بلاشير ماسينيون ذول عمالقة المستشرقين هم أساتذة نحسين، وشتان بين مشرق ومشرتي ومغربي، شتان طحسين دراز جاب لجاب علما ودينا وخلقا وأمانة ونزاهة، لا مقارنة يا ابوي. انت بتقارن شمس بشمعة، مش شمعة هذا حتى ظلام، عدي مش موضوعنا، لا إله إلا الله.
نقول يعني كانت الساحة محتاجة إلى من يضع مثل كتاب دراز، فجاء كتابه واجهة ملأ فراغا ضخما وسد عوزا وحاجة. الخلاصة استشهد في ختام المقدمة بأبيات أحمد شوقي، يا سلام عليك يا أحمد شوقي، لم يقول صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقيم الميمية، فالنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخيم، وإنما من الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. طبعا حاول الشيخ القرضاوي ما يعملش كتابه مدرسي بمعنى تنظير جاف وقوالب لفظية، لا، إنما حاول أن يجمع ما بين المنهجية العلمية وما بين التربية النفسية والأخلاقية الإيمانية، يعني من أراد الجانب المدرسي والتنظيري والأكاديمي موجود، ومن أراد الجانب التربوي والنفسي والأخلاقي إلى آخره موجود، يعني جمع ما بين الحسنيين. أقول ماسينيون وبلاشير المستشرقون لما ناقشوا عبد الله دراز قالوا مستر دراز أنت كلمتنا عن الأخلاق في القرآن منطلقا من أن القرآن كلام الله، إحنا هذا الكلام ما بنؤمنش فيه، مطلوب تثبت لنا أن القرآن كلام الله. قال لهم ياس ما عندي مشكلة، بقول فعكفت فكتب كتاب أيوة المدخل لهذا الكتاب، مدخل إلى القرآن الكريم Introduction to Quran، وكتابه لمغال دوكوغان بالفرنسي لمورال، مورال أخلاق، دوكوران يعني أخلاق القرآن، ترجمه العلامة في الترجمة من الفرنسي عبد الصبور شاهين رحمه الله. فطلع الكتاب قمة في الأصل وقمة في الترجمة، كملت عبد الصبور شاهين بين وبين إدراز نسب مش موضوعنا، لكن نابغتان التقيا هذا الأصل وهذا الترجمة من الفرنسية إلى العربية، من الفرنسية إلى العربية، فعمل مدخل إلى القرآن الكريم، أثبت ربانية القرآن بصورة لا نظير لها إطلاقا رحمه الله. سبحان من أعطى المواهب والعقول. دراز شبابنا ارجعوا لهذه الينابيع الصافية. القرضاوي طبعا أنا أزعم أنه ما بين يعني دراز في نظر الضعيف من أنا حتى أقيم، لكن دراز قمة، القرضاوي من بعد يوسف موسى طبعا القرضاوي، لأنه صح القرضاوي متنوع وواسع وما شاء الله زاده الله من فضله من كل خير إن شاء الله، لكن دراز قمة لا تبارى، إيفرست ما في أعلى منها فيما أرى الله، علم الغيب لله، لا كان وربما لا يكون، الله أعلم. على كل حال يبدو الجيل المنقرض هذا ما تعوضش. على كل حال ست فصول تعريفات ومصطلحات، هنا الجانب الأكاديمي، منزلة الأخلاق في الإسلام، الأهداف والمقاصد، وسائل الإسلام في تحقيق الأهداف، أثر التوجيه والتربية الإيمانية، الانتصار على سلطان الغريزة إلى آخره. لا بد من مجتمع مسلم، يعني تربية أخلاقية بلا وسط، تربية في الهواء، ممكن تزرع النبات في الهواء بنزرعش في الهواء، يعني ممكن تزرع بأواني فلين ولا غيره تحط تربة ولا مية ممكن يطلع، لكن في الهواء كلش ما بيطلعش. الباب الأول والثاني يتكون من 7 فصول أيضا، تاريخ البحث الأخلاقي، هنا جانب أكاديمي بحث، والبحث الأخلاقي في الفلسفات العربية، والبحث الأخلاقي قبل الإسلام وبعد الإسلام والعرب، يعني كلام يطول، والمبحث الأخلاقي عند العرب، والفصل 7 مناقشة خالد محمد خالد، مشاهدة صاحب كتاب رجال حول الرسول،
كتابه ممتاز. صح، ولكنه أعوج. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب هذا أو الطوفان بيقول الأخلاق المدنية أهدى من الأخلاق الدينية. لا يا خالد، تعملت رجال حول الرسول من أنجح الكتب، من أجمل الكتب. أي والله جميل جدا. تقول في النهاية الأخلاق المدنية أهدى من الأخلاق الدينية. إذا قصدت الدين الهندوسي، الدين الشركي، الدين البشري، الدين المخترع، ماشي الحال. لكن إذا شملت الدين الإسلامي فأنت في الهاوية، يعني مش معقول. فهو عم بناقشه في هذا، كتاب هذا أو الطوفان. يعني بتختاروا هذا اللي بيحكيه خالد محمد خالد أو الطوفان. والطوفان حاصل يا عم خالد، لا رد عليك ولا رد على غيرك. الكتاب الثاني بابان، مثل ما قلنا الأولاني بابان، أركان النظرية الأخلاقية في الإسلام، الإلزام الخلقي، هذه نظرية إدراز، والمسؤولية والجزاء. يا سلام عليك إدراز، لما قال الجزاء دنيوي وأخروي، مادي ومعنوي، فردي وجماعي. شوف العقلية، الجزاء، الجزاء في جزاء على المجتمع كله. أولئك لهم الأمن، لهم الأمن. العوز الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن. إذا ضاع الإيمان فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. نضحك حالنا لويش. الخلاصة دي نظرية إدراز، لابد من إلزام والتزام. من الملزم؟ المجتمع. عم الشيخ، مجتمع شو؟ مجتمع مش ملزم بشي، شايف ولا يعني. إلزام عندنا احنا نظريتنا الأخلاقية الله. في الحضارة الغربية ما فيش إلزام أصلا، إلا المصلحة، المنفعة، بنفيت، مقابل العائد. أنت بتلتزم بالقانون عشان القانون يحميك، عشان تأخذ منافع القانون. فصارت المسألة صفقة، أن تعقد صفقة مع الله عز وجل. فالإلزام رباني والالتزام إنساني. يعني الله ألزم إخواني. الحقيقة يعني الدين عبادات، وقبل العبادات عقائد وأخلاق وتشريعات طبعا تقنن المجتمع. لكن فعلا أمتنا الآن أصيبت للأسف في أخلاقها، يعني متدين متكبر ما خدنا شيء، متدين جشع، متدين أناني، متدين خربتها. يعني أعطيت صورة عن المتدين سلبية جدا. يعني نسمع حديث المجتمع، أخت داينة أخ لها 50,000 دينار، ومتسنن الأخ وكاتب ورقة. الآن بعترفش بالدين، لا إله إلا الله. أعطيت عن المتدين صورة قبيحة جدا، رديئة جدا، سيئة جدا. أخلاق، إنما الأمم الأخلاق. الناس أخلاق يا أبويا. وأصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم، مثل ما قال شوقي، مأتما وعويلا يبكى عليهم، لأنهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. الأخلاق إخواني، الآن تتعامل مع شيخ متدين بيعوفك ثيابك. معاذ الله إن يعطي عن الدين والمتدينين صورة سلبية، لكن نتكلم عن واقع. مفروض يا متدين صنايعي أتقن عملك والتزم بموعدك. كم تحتاج في إكمال هذا العمل؟ أحتاج 2-3 يومين. أنجز كما وعدت، أدرس كويس، أعطيت موعد نفذ والتزم. أنا بعطيك درجة أولى من الشغل، لا تعطيش درجة ثانية. كن صادقا، كن وفيا. إخواننا والأخوات ما أحوجنا إلى هذه المعاملة. كن صادقا، يصدق الناس في معاملتهم معك. أنت بتلهوج ناس بلهوجولك، بتشلفق بشلفقولك. أتقن عملك وأحسن صنعتك.
يا بتاع المطعم هذا غذاء يا بتحول إلى سموم أو بتحول إلى بناء. أعطي الناس أجود ما تستطيع بتاع لبن. يعني أذكر لما غادرنا الجامعة سنة 70، فصلا المهم عملت محل لبن، والله من فضل الله يضرب باللبن الذي كنت أصنع المثل، والله يجوني من أطراف عمان من فضل الله، لأنه بقول لك هذا غنم غنم، سمار سمار، بقر بقر، إلى آخره، ما في مجال للهوجة. لا تأخذ واحد جاء يقول لي أنا أشكو إليك عملك، بسم الله الرحمن الرحيم، قال لي يا أخي زاكي جدا، أنا مش ملحق على الأولاد، بحط الجبنة بياكلوها على طول الخط، أنا ما فيش معي أغش الناس، لن أفعلها إن شاء الله. يعني فترة وعدت على كل حال كم شهر ورجعنا إلى الجامعة ببركة خطوة قام بها محمود إبراهيم، لأنه قال لي ليش قاعد هون؟ قلت والله أنا، قالوا رسبت امتحان الإنجليزي، قدونا قدم امتحان إنجليزي نقولكم معيدين، قال لي أنت الأول، أنا مصلح أوراقكم أنت الأول، كيف رسبت؟ قلت له هذا اللي قالوا لي، شو أسوي يعني؟ إخواني الحياة لما تقوم على الغش واللهوجة قبيحة جدا، والظلم قبيحة جدا، جمال الحياة في العدل والإنسانية والرحمة، أخلاق، هذا اللي أراد القرضاوي يوصل، لكن غلب عليه الجانب الأكاديمي والتنظيري، شو يقول، والفلسفي. دراز معذور لأنه كان بيقدم أطروحة للدكتوراه وقمم العقول بفرنسا، ماسينيون وبلاشير، فلا بد أن يقدم لهم نظرية فلسفية في مستواهم وأعلى من مستواهم. لما قدم لهم Introduction to Quran، المدخل إلى القرآن الكريم، خرسوا، لأنه بالدليل القاطع الفاصل النهائي أعطاهم من القرآن كلام الله. اقتنعت ولا ما اقتنعت هذه الحقيقة؟ الباب الأخير الأخلاق العملية، الأخلاق الربانية، الأخلاق الإنسانية إلى آخره. يعني هذا نظرة سريعة على كتاب أستاذنا وشيخنا اللي تعلمنا منه وتربينا على أيديه، الداعية العالمي في العالم الإسلامي كله قرضاوي معروف، إلا عند بعض أقزام العرب. قرضاوي قرضاوي، أيوة، ماله إرهاب، تخسأ أنت الإرهاب، مش تعصبا، لا والله، هذا الرجل أعرف بقول لك من 53 54 سنة، 30 يونيو و3 يوليو ثورة شعب خلصنا من احتلال البريطاني، احتلال الإخواني، مثل ما بقول عبد حافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، وطارق رضوان في صباح الخير، وهاني عبد الله في مش عارف مين، الاحتلال، لأنه كلهم قارين على رجل أمني على شيخ واحد عمو تطبخ في المطبخ الأمني وبكتبوا الكتب المأجورين دول، احتلال إخواني، بس ربنا أنقذنا. عمو 30 يونيو انقلاب عسكري، خدعوكم يا شباب، قال لي مرسي ده راجل فاشل، لا كهرباء لا غاز ولا فيه مواد تموينية يا الكهرباء بيد من العسكر والغاز بيد من العسكر، والله كانت شاحنات الديزل تفرغ بالصحراء حتى يفشلوا مرسي، إلا قول لي مذابح الاستادات مين كان بيعملها؟ قال لي طرف ثالث، طرف ثالث انتو، انتم من قلت لك انا زرت مصر في ذاك الوقت، اراد صاحب سيارة احنا راكبينها سيارة اجرة، طابور سيارات كيلو، منعوا تزويد المحطات عشان يفشلوا مرسي، لك ده راجل فاشل مرسي العبقري، مرسي اللي لف العالم كله المثقف، هذا أول دفعاته في كل مستويات دراسته، أصبح على زمانكم يا عسكر الفاشلة أنتم الفاشلون، أصبح فاشلا 30 يونيو، وخالد يوسف اللي عمل لكم فوتوشوب
30 مليون كانوا بميدان التحرير، لك 30 مليون ثلث الشعب المصري من اسكندرية لأسوان جمعتهم ميدان التحرير، لما كانوا لما الثورة المصرية عندهم حوالي 400 ألف ولا كام، صاروا على زمن الخونة 30 مليون في ميدان التحرير ازاي؟ وعمل لهم وخالد فرد اعترف والآن يطاردونه وترك البلد إلى لندن، وأنا سامعه في لندن بيتكلم العسكر كيف خذلوه كيف خدعوه كيف خانوا كيف قلبوا عليه كيف، تستاهل يا مجرم لأنك كنت عونا للمجرمين. لا تقول مجرمين يا شيخ، حاضر تقول قصدي مجرمين. إذا 3 يوليو انقلاب كامل الأوصاف، فشلت الراجل، وأنت أقسمت على القرآن الذي لا تعرفه ولا تعرف من أنزله أن أخدم وطني تحت رأندرة الرئيس، كده كنت تقعد قدامه كده، ما هو رجل إرهاب، كنت قاعد قدام إرهابي إزاي وليه؟ كده جنتل فيري جنتل وعامل لي كده مكنعس، ليه؟ ما تخليك منتفخا منتفشا زي ما أنت اليوم، كنت قاعد قدامه زي الصوص ليه؟ وزي النسر قتلتموه. 30 يونيو يا شعب مصر النبيل الطيب الكريم، قتلوا ثورتك، قلبوا نظام الانتخاب اللي عمرك لن تراه أبد على يد العسكر، انقلاب ورا انقلاب، ما يتغيرش السيسي غير بانقلاب، أهي كده إخواننا، ده انقلاب كامل الأوصاف، ما يخدعكم، ثورة شعب، تحررنا. تحررتم من مين؟ من المنتخب، جاكم المنقلب، جاكم التابع لإسرائيل دايركتيلي، كانوا يقولوا اللي جاب مرسي، أقول لك مين؟ أوباما ونتنياهو هم اللي جابوا مرسي يا راجل يا نصابين. اللي جابوا صاحبكم لما يقول فلين مدير المخابرات السابق الأمريكي يقول سيسي is my friend since 35 years، صديقي منذ 35 سنة ولازم ندعمه. وأمريكا فورا اعترفت به أنه مش ثورة، مش انقلاب آسف، إنما دي ثورة شعب دعمها الجيش. في الوصلة الثالثة ربما نعود لهذا الموضوع يسيرا ونتكلم عن باقي الموضوعات اللي أعلننا عنها في أول الحلقة. كونوا معنا مع الفاصل الثالث والأخير من لقائنا لهذا اليوم أيها الأحباب. أخواننا مشاهدينا أخواتنا مشاهداتنا حياكم الله، مرحبا بكم في الوصلة الثالثة والأخيرة من لقائنا لهذا اليوم. الحديث ذو شجون وذو موضوعات متشعبة إلى آخره. 30 يونيو انقلاب على الشعب وإرادته ومصلحته وعدالة الحكم اللي كانت موجودة والنظافة اللي كانت موجودة الآن إلى النهب والديكتاتورية، وقتلوا الراجل قبل مباريات الكورة بأيام عشان تيجي الكورة تنسيك، الكورة مخدرات يا شيخ، الرياضة كمان أجسام مش مخدرات. أنا عارف تحتقول لي يا ضنايم، أنا عارف لكن الآن أصبحت الكورة صنم بلهو بها الشعوب وبزنس اشتغل فيها إعلام على تلفزيونات على نوادي بمليارات بتشتغل يا أبويا، البائع بعناه $200 مليون، 200 مليون مصنع بأكمل وتشتري 200 مليون مصنع سيارات وتشتري 200 مليون مصنع ضخم بأرضه بكل مكان ومعداته. اللاعب عشان يعني كورة 200 مليون بزنس عم الشيخ، قول لي كده بزنس. نعود لموضوعنا،
إذن دي ثورة شعب ضحكوا عليكم يا شعب، دول انقلبوا عليكم يا شيخ. لو تشوف روض الفرج عملوا فيها الجسور، الجسور ما حصلتش، حصلتش عمو الإنسان مسحوق سحق لما تقول لي 70 إلى 100 ألف مسجون. والآن ناس سياسيين لهم إسلاميين ولا غيره بقول، بس سجن الإسلاميين فيه ظلم، ظلم، أنتم متعاونين معهم مع الإرهاب، خش السجن يلا أنت وهو. وأمريكا بتغطي على مثل ما غطت على اللي غطت عليهم كلهم، وترامب بيدبل عليه كده، ما يهمكش، أنا وياك، أنا وياك. أمو كل عمير خائن يغطى عليه، دمر شعبك وأنا وياك. لو كانوا فيهم بيبنوا بلد ما بتخليهمش أمريكا، ما نفهمها بقى يا شعب مصر، لو كانوا بيعمروا مصر ما يخلوهمش، ما يخمكمش، لو كانوا بيعمروا ما بيخلوهمش، منتهى البساطة. الرجل العبقري قال أكلنا من زرعنا، لبسنا من صنعنا، دوانا من صنع، سلاحنا من صنعنا. أهلا. وزاد إنتاج القمح بزمان ووصل 75% من احتياجات مصر، عمره ما وصل ذاك الرقم. ليه؟ شجع الزراعة، سنة اللي بعديه رجع إلى 25% من احتياجات الشعب المصري، رجعت بالمعدل ده. ليه؟ عشان نضل نستورد والاستيراد في اللي انت عارفه، المليارات اللي بتتصدر برا، كم رصيد كل واحد من دول؟ مبارك طلع بالستين مليار، بيقولوا انا ما شفتش حاجة، 60 مليار بيقولوا كده، وصفقات الغاز الما وحكايتنا حكاية، كان يبيع الغاز والولية المصرية عاملة اسطوانة فوق دماغه وتلف من بولاء للعتب، ما تلاقيش اسطوانة غاز. ليه؟ ما احنا بنصدره لإسرائيل، ما انتوا بتقولوا في المثل عندكم اذا البيت محتاج الزيت ما نوديش الى الجامع، ولا بتقولوا ازاي؟ ما اعرفش. اذا البيت بحاجه الزيت ما ودوش للجامع، كانوا يولعوا الفتايل بالزيت، ما دام البيت محتاج ما وديش الزيت للجامع. الخلاصه اودي غاز لمصر بسعر التراب، كل مليون وحده 30 قرش اردني، 50 سنت الان بيشتروها من اسرائيل بست اضعاف، 3 دولار اظن، حلاوة. طيب ليه كنت ابيعهم الغاز سعر التراب وانا محتاج الغاز؟ خالتك عمتك، وبعدين غرامة اذا ما لما كان ضرب خط الغاز تغرم مصر، انت ملتزم بانه ما ينقطعش الغاز، ضرب ده شغلتك انت، احرس احرس المواسير الغاز. وانا اقرا في المجلات المصرية غرمت مصر اسرائيل 500 مليون دولار، يعني كل اللي دفعوا ثمن الغاز استرجعوا بالغرامة. باي 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 ايجيبت، حكنا عليكم. مين اللي وقع هذا العقد الاذعاني؟ مينو حسبوني مثل حسبت مرسي، 100 تهمة، تخابر مع غزة، انت كنت تتصل، انا رئيس دولة بطلعش حكي مع حماية حماسة، انتوا يعني عاملين ايه علاقتكم بمصر ايه؟ عاوز افهم. صار جاسوس بتصل مع حماس؟ طب انت بتحكي مع حماس يا عم سيم، انت بتحكي مع حماس؟ مش عمر سليمان كان يحكي مع حماس؟ ما قلتوش عمر سليمان حاكموه؟ ما انتوا كنتوا تستقبلوهم، اسماعيل هنية انت تستقبلهم، كنت من الخلاصة 6 سنوات هم حاربوا يحاكموه على، كنت تروح تتصل مع غزة؟ ليه وازاي؟ رئيس دولة. طب مسجلة، طب شو بقول في التسجيلات؟ سأسر لكم أسرار مصر، أبيعكم إياه. إيه؟ اللي كان يبيع أسرار مصر مبارك طلع براءة من كل التهم، ومعزز مكرم، يجعل المحكمة منتفشا منتفخا يعني منشكحا واللي بدك إياه. وقلت لك قبلها بليلة أنا قاري في مجلاتهم والله، الأهرام العربي العبري العربي زي بعضه، أقول لهم اطمئنوا يا عيال، حال العدل وإيه ولاده جماله على، اطمئنوا ما فيش حاجة ضدكم، أنا بقول لك إيه، ارتاح بحط بطنك بطيخة صيفي في المجالات بتاعتكم. دور الإعلام السلبي،
دور الإعلام. إذن 30 يونيو و 3 يوليو انقلاب كامل الأوصاف مثل ما انقلب عبد الناصر على محمد نجيب. محمد نجيب فيه وطنية وفي دين، جالوا علمانيين لا دين ولا وطنية، وعبد الناصر خلف لنا السادات، شوفت عينك. والسادات عقد السلام مع إسرائيل، هذه الثورة وهذه النهايات حكم العسكرة. هو سعد الدين الشاذلي ضابط نقي، شحنوا السادات سفير في لندن عشان يبعدوا عن مصر كلها. ليه؟ لأنه كان يطالب بأنه طارد الجيش الإسرائيلي. قال له لأ، أنا متفق مع كيسنجر ما تعداش الكيلو 14. بقول لك يا سعد الزم حدك بقى ما سعد. فالعصاية قال صوت المرشالية عملية تحت باطه ماشي. فشحن سعد الدين الشاذلي رئيس أركان ملو ثيابه رحمه الله، كتب مذكراته خلاصة. نقي هذا وأحمد إسماعيل والقمصي، القمصي في آخر أيامه بنى مسجد، ابن عمه صديقي والله، اللي حق معك فيه إن شاء الله. وخلاص ما صارش نصيب، القمصي نظيف بنى مسجد وقعد في المسجد خمس صلوات، القمصي وسعد الدين الشاذلي وأحمد إسماعيل ما عليهم. لكن إسماعيل علي لا، بقول اليهود كنا ناخده من المطار على نتانيا، افهمها لوحدك. نتانيا فيها ايه اللي انت فاهمه؟ خمر ونساء، منتهى البساطة. وباقي الضباط على نفس الملة، يعني طلع دول استثناء وكلهم همشوا القمصي نحي وسعد الدين الشاذلي سفير. مثل ما قلت لك هذا انقلاب متآمر عليه اللي رعوه برعاية إسرائيل وأمريكا. نقطة، دور الإعلام تزييف الوعي، تضليل الشعب، صناعة الفرعونية. والآن بيغنونه يا سيسي لولاك ما كناش، وانت اللي طردت الخوف. الخوف كنا في رعب، سما كنا نرتجف ننام تحت اللحاف كده من رعب. رعب ليه؟ الرجل ما كانش بيده سلطان اصلا، كان بيحكموكم العسكر يا عمي، اللي ماسكين السكر ومانعينه والرز العسكر، واللي كانوا يطفوا الكهرباء عنكم العسكر، مؤامرة قام بها العسكر، واللي انشأوا بلاك بلاك وبلاك بانكس العسكر، واللي عملوا مذبحة استاد بورسعيد العسكر. ومرسي عمل مذبحة، مرسي بيذبحش صوص، مرسي قلبه مملوء بالرحمة والإيمان، هذا مش متآمر مش عميل. فهو انقلاب 30 يونيو و 3 يوليو انقلاب تآمري حقير. حسن ألفاظك، إذا انقلاب واطي هي حسنناها، يعني لا أحسن من هيك، انقلاب عميل أحسن من هيك ما عنديش. دور الإعلام، من يقرأ الإعلام المصري والله بيطلع اللي بمصارينه، قدمه حقير ونتن وكاذب ودعي. زي ما ضربت لك عينة من رؤساء التحذير في المجلات، اللي أنا بقرأ مجلاتهم من 40 سنة دوري حبا لا، عشان أفهم المؤامرة كيف شغالة، كيف بيشتغل تزييف الوعي. لما طارق رضوان شو تفضل بقول، وجاء نابليون لتبدأ نهضة مصر. مداد يا ولد، تبدأ نهضة مصر بمجيء نابليون. أيوة أيوة، وعرفت مصر نفسها وعادت لها الذاكرة، وتخلصنا من أحط العصور الحكم العثماني. أحط، كنا في قاع الانحطاط، جاءنا نابليون صارت الذاكرة المصرية وفكرة الأمة المصرية، الأمة مش الشعب المصري. لا انتبه، طارق رضوان كاتب أمناقي، أمناقي يعني واضحة واضحة، بيكتب بالتليفون يلا يلا اكتب كده وكده وكده. حاضر، ما شفت التسريبات؟
بتشوفوا البنت دي اسمها ايه والتانية اسمها ايه وعمرها دي وفلان وابراهيم مش عارف مين ابراهيم عيسى والفرقة كلها احمد موسى طبعا كلهم امنجيين يا ابويا يا اخوانا كله مربوط بالتليفون يا حجي تسريبات ما خلتش حاجة لو كشفت احنا في مؤامرة من اسوأ طراز اذا الاعلام المصري تحطيم صورة مرسي كرئيس سيظل جاسوسا قرأت العمر قلت عن مين بيحكوا وبيحكي عن مرسي جاسوس لمين جاسوسا الجاسوس الموصول بإسرائيل يا إعلام هذا عاصم حنفي سيظل جاسوسا وذيل الكلب أعوج بيعني مين مرسي أنت الكلب وجماعتك مرسي حافظ القرآن اللي قتلتوه مش بالإهمال الطبي لا ومنعتوا التشريح ليه ما دام ما فيش حاجة خالص لا سموم ولا غيره ما تسيبوهم يشرحوه أطباء من عندكم يخافون واحد يسرب المعلومة طب ما فيش تسميم ولا غيره خليه يشرح قالوا لا تخلينا نشرح قال لا كرامة الميت ما فيش كرامة هذا عدوكم هذا مش موضوع كرامة لا موضوع في شيء يا ابويا والله انحط له شيء اولا في يوم تنصيبه واحد اثنين قبل الكورة بثلاث اربع ايام عشان الكورة تمسح الالام ايوة امتكتك المسألة والقاضي عامل حاله مش فاهم قوم اقف على حالك انت عارف انهم حطوا له السم وقتلوه اسمه ايه ده اسم نسواني شيرين اظن شيرين القاضي شيرين حلو الاسم شيرين الله يخلي لنا شيرين شيرين ما شاء الله قاضي انت ابو التليفون احمد الزند ما تعرف احمد الزند من قبليهم كان ايه فنانات ومش فنانات وبزنس ومصاري وصله مع بعض الدول العربيه اللي عندها هذا شو اسمه عرب شو اسمه محاولة إهام الشعب المصري بمصر كانت طائرة مخطوفة الطيارة مخطوفة فخطفوا الطيارة اسمها مصر يخرب بيتكم يا جماعة أخوانة الدولة لك إذا مرسي رئيس دولة مش مستلم شيء ودولة المرشد عامل إيش مسكين هذا الدولة ولا في موظف من اللي بعدين يعذبوا الواحد من الجماعة يقول له خلي مرسي ينفعك خلي مرسي يطلعك مرسي وأخوانة الدولة كنتوا تعذبوا جماعته وتتحدوه خليه ينفاك تتحدوا الرئيس بتاعكم قعدوه سنة مرمروا عيشته فيها يحتالوا عليه وهو مرسي وشعل الذكاء عارف انه سيسي ماله ثوري لا كلمة من الشكل اولها ثاء المهم والقعده هاي والله فاهمها مرسي والله وقالها قالها انا فاهم انا عيب وما انا عارفها والله وقال لاولاده قال لهم اولادي انا سيقتلوني عارف مصيره من اول يوم وكان بامكانه يقول لناس اطلبوني وانا باجي عندكم مش عاوز لمصر كلها لو اتصلت ناس الو سيبوا الراجل اللي جا عندنا انتهت المساله لكن لا وعارف انه سيموت قتلا عارف قال لهم سيقتلوني إذا إهام شعب مصر وكانت مصر أخوانة الدولة والعمالة اللي جابهم إسرائيل وأمريكا رمتني بدائها وانسلتي حط في السلتي اللي جاب الإخوان هيلاري كلينتون أيوه وأوباما أوباما هو اللي جابوا والمؤامرة الكونية ضد مصر والشعب المصري مشكلة الشعوب إنه مثل ما قال أحمد شوقي شعب عقله في أذنيه باحترامنا لإخواننا أحبابنا والله أنا كل العالم بيعرف محبتي لمصر انتقادي لزمرة حمولة مايكروباص شيء وكره مصر شيء يعني كنت في ترانزيت في القاهرة معي أربع خمس ساعات فبقول للضابط أنزل بس أشوف مكان ما كنت ساكن والأزهر وأرجع على المطار
واخذ طيارتي وامشي. قال لي لا. قلت له لا ليه يعني لا. اشوف ذكرياتي في مصر مكان دراستي ازهر، الف بالسياره وارجع. قال لي لا. قلت والله يا عمو بنحب مصر بنحرص عليها مش مثلك اكثر منك. تفكر انه انت تحب مصر؟ احنا اللي بنحب مصر. مصر لها علينا فضل. اساتذتها والله استاذي مشرفي نقول لسيد طنطاوي صار شيخ ازهر. يا لا يا سيد الطالب ده تطول لسانك امسح بيك الارض. اي والله مش دارنا من فضل الله موقفه عند حد قبل ايام. خلاصه كم كان القران معبرا عندما وصف ناصيه الكافر بانها ناصيه كاذبه خاطئه. يا سلام الناصيه اللي هي القرار هنا، مركز صنع القرار هنا. نسال الله العافيه، ابعدنا الله واياكم عن هذا الوصف. ناصيه كاذبه خاطئه، نواصي هؤلاء النصابين الكذابين الفلاشه هم اليهود الاثيوبيون. استدعاهم قاده اسرائيل لحاجتهم الى الطاقه البشريه، فعقدوا صفقه مع النميري حكم العسكر. حكم العسكر لو ما زالوا المجلس العسكري في السودان. سيبوا السلطه من قال لا ما سيبهاش. حميدتي دقلو من دقنو حلقلو. المهم دقلو حميدتي. المهم لاحظ الجزائر مش مفلتين الحكم، بنسيبوش. مظاهرات شهور بالشوارع الشعب ولا هم شايفينه. عينوا هم رئيس، انت الرئيس وانت حتشرف على الانتخابات وحنزوره. مش مصريين جزائريين من عارف زين برضو احبابنا والله. كنت لما ازورهم بدات زيارتهم من سنه 80 ما انقطعتش غير 2014 والله ما انا عارف. بعديها قررنا عدم السفر الى عمان الزرقاء. تقررت المخلصني الخلاصه. لا اله الا الله. كنا فين؟ المهم كنت اقول لهم في المحاضرات يعني ونحن طلاب ابتدائي كل يوم طابور الصباح ننشد وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر فاشهدوا، مثل حب الشعب الجزائري لفلسطين لن تجد في العالم، لن تجد في العالم. طبعا الشعوب العربية كلها لكن الشعب الجزائري زيادة 20% عن كل العالم. الشعب الجزائري وما أدراك ما الشعب الجزائري، كرم أخلاق شهامة. طبعا في كل شعوب فيها يعني متغربين، هذا موجود عندنا وعندهم كل مكان. الخلاصة إذن الفلاشة أثيوبيين، اسمع فيهم اليهودي ربما يكون الكتلة الأكبر صح، والمسيحي صح، والمسلم نعم، والوثني فور ريليجنز دين. الوثنية دين طبعا، ما دينك وثني؟ ما دينك الإسلام؟ المسيحية اليهودية، لكن الكتلة الأكبر يهود. واليهود فاهمين اللعبة، خش مع الطابق تمام. طيب جو أول ما استقبلوهم المطار علمهم عبري وسكنوهم في أرضنا، سكنوهم. الخلاصة كان وصلوا الآن مئات ألوف، بدوا يشغلون بالوظائف في الدنيا، زبالين، سواقين، يعني مهن، حراس، مهن دون. واليهود the elites النخب شغالين بزنس ضخم كوميرج، وشغالين هاي تك، وشغالين مستوردين ومصدرين الى اخره. هذول مساكين عايشين الكفاف، دور بسيطه الى اخره، محمول كله لغايه الان محمول. لكن التمييز واضح. واللي قسم الظهر قبل كم سنه راح يتبرعوا بالدم، احتاجت اسرائيل احدى الحروب مع غزه ولا غيره احتاجوا دم، فراحوا الفلاش عشان يثبتوا وطنيتهم تبرعوا بالدم. طلعوا الفلاشة من هنا كبوا الدم في المجاري وصلتهم، تكون في عاملة نظافة ولا مين وصلوا لبعض الدم اللي تبرعت فيه كبوه في المجاري في الحمامات. انجنوا الفلاشة يعني احنا دمنا نجس ودم بشري، هذا مش دم بقر مش دم خنازير. فثاروا وقتها وكسروا الظاهر وحكاية خمدوها. المرة شرطي إسرائيلي قتل واحد لأنه أسود، جص لأنه أسود فقط. ف
فجن جنون فلاشة عنيفين جدا كسروا الدنيا. وإن شاء الله لن تهدأ. ليه؟ لأنه المسألة صار فيها الآن دماء، تبرعنا بدم كبيته في المجاري نص مصيبة، لكن تقتل لأنه أسود؟ إذا أنتم دولة عنصرية حتى على اليهود منكم، إذا الله يكون بعون الشعب الفلسطيني. إذا مع اليهود هذه أخلاقكم يا غرب يا عملاء يا مجرمون يا فجرة، تدعمون هؤلاء العنصري. لك إذا عنصري على ابن دينه وعطوه جنسية إسرائيلية، إذا جنسيته إسرائيلية دينه يهودي، ولأنه لونه أسود تعنصرتم عليه واحتقرتموه وقتلتموه. احتقرني لسه نص مصيبة، تقتله قدام العالم في الأوتوبيس، مش معقول يعني. فالآن مطاردات الشوارع، شفتم لما قلبوا السيارة مناظر تفرحنا، يو شيوخ نعم أخوي، وإن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة نحن نفرح بها طبعا، مثل ما بيعملوا معنا هم. يعني الآن لو قتل في صراع ما بين فلسطين منظمات ولا عشرة ولا كام يفرحون، بالعكس بيزودوك بالسلاح. لما قال واحد من قادتهم سلحوا المنظمة، طلعوا المتشنجين المتدينين اليهود مظاهرات، سلحت المنظمة، قالوا لك يا عم استنى غدا سترون حكمة ما فعلنا، لكن عارفين شو بنشتغل، اتركونا نشتغل، بكرة حتشوف السلاح هذا سيوجه لمن. يا منظمة سمعتوا هذا الكلام؟ قال ما سمعناهوش. طب كيف احنا سمعناه؟ والله انكم عارفينه وسامعينه، لما دربكم دايتون كايد دايتون دربكم ونقاكم بالع الفرازة بناء على تنسيب الموساد، نقاكم على الفرازة. ما نحبش أن أصطدم مع حد، لكن بدنا نحكي الحقائق يا أبويا. نضحك على بعضين أنا ويش مسلحين حاملين كلاشينات لمين؟ قال جاستن تيس جاستن كيس كيس إيش أمونتوا حاملين السلاح ضد شعبكم. نضحك على بعض، لو كان ضد اليهود ما حملوكم إياه الفلاشة. أعتقد سبحان الله في نفس اليوم بالفجر كنت أقرأ المسيري الله يرحمه الإجماع الصهيوني وتحسرت، قلت يا رب سبحانك، يعني هم على باطلهم يجتمعون ومجمعون ونحن على حقنا متفركشون متفرقون متنازعون متفارقون متناثرين متناثرين. الخلاصة تحسرت والله. فلما جاء الخبر في المساء نفس اليوم قلت سبحانك، أقرأ في الصباح إجماع الصهيوني، في المساء أقرأ الانفراط إن شاء الله، وإن شاء الله الاحتراب الداخلي. موضوع الفلاشة يحتاج إلى عودة، والكرة ما غطيناهاش، وقصف مركز الهجرة على يد حفتر اللي أمريكا حامته، والبعد الديني للمعركة العادة. لازم يظل معانا نص الكلام من غير كلام وسكت الكلام، لكن لا ننسى أن نحيي المرابطين في القدس والمرابطات في القدس والأسرى وأهل المسرى حراس الأقصى. ثبتكم الله أعزكم الله مثل ما عززتم مسرى نبيه، حماكم الله مثل ما حميتم أقصاكم وأقصى الأمة، جزاكم الله عن الأمة والدين خيرا. أحبابنا الكرام مشاهدين الأعزاء والمشاهدات، إلى الملتقى بكم، ودائما أستودعكم الله حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.